فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مرض الرجل مرضا لا يرجى برؤه، فهل للطبيب أن يعلمه بذلك أم أن الأفضل أن يخفيه عنه؟ لا يخفيه عنه ولا يعلمه بذلك، لا يعلمه بذلك، بل يخفيه ويوسع له ويقول ما شاء الله طيب وإن شاء الله يرجع أنك تشفى، ولا يضيق عليه. نعم، افتح له باب الأمل وباب حسن الظن بالله عز وجل. نعم.